بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول والثاني الثانوي العام، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. رسميا وزير التربية والتعليم يعلن إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام سوف تعلن من المدارس. نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على صفحتي الشخصية منذ ساعات قليلة قائلا نتيجة سنوات النقل سوف تعلن على مستوى المدارس وليس مركزيا، قائلا وكما تعلمون فإن الجزء المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة، وبالتالي النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة، وإنما كل مدرسة على حدة، وكل ما تتداوله مواقع السوشيال ميديا في هذا الصدد لا أساس له على الإطلاق من الصحة. وبكده يكون عرفنا بيان وزير التربية والتعليم الذي نشره على صفحتي الشخصية بإصدار إعلان جميع نتائج سنوات النقل من المدارس وليس على موقع الوزارة. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.